مرحبا بحضراتكم في آخر فقرة، والفقرة دي معانا ضيفة عزيزة جدا بصراحة. هي كاتبة وباحثة سياسية ونائبة برلمانية وأيضا عاشقة للنادي الأهلي الجميلة، دكتور أنيسة حسون، عضو مجلس أمناء مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية وعضو مجلس النواب. يا صباح الأهلي. يا صباح الفل. وجاية لابسة أحمر، دي رسالة. طبعا صح كده، حضرتك منورانا وفعلا كاتبه وباحثه سياسيه وعضو مجلس النواب، وبعدين معايا ورقه كلها مناصب لحضرتك الحقيقه، ما بين عضويه مجلس اداره وبين رئاسه مجلس اداره ورئاسه مجلس اداره. طب نتكلم مع حضرتك في ايه ولا في ايه؟ في الاهلي. منورانا وسعداء جدا بوجود حضرتك معانا. اهلا بيك يا فندم. مبروك علينا في البدايه. وبنوجه تحيه كبيره للاعلام الكبير عمرو اديب. طبعا. لا وبنوعده، لا بجد، الاجيال القادمه يعني ولادنا واحفادنا وكده هيجي يوم للزمان اكيد. أكيد في أمل. نحن هنقول. بس هو بارك لنا بعد الفوز، فدي حاجة يعني روح جميلة. كان متأزم وهو بيبارك، بس معلش. يا لها من بداية. لا لا. يعني أصل هو مفروض يقول بانشراح على الهواء ألف مبروك للأهلي، مالناش دعوة بمشاكل الزمالك بقى، وإحنا معنا. وإحنا فرحانين. حضرتك أهلاوية جدا قوي خالص. يعني البداية بقى وقصة العشق دي ابتدت مع حضرتك من امتى وبناء على ايه؟ والله بص، انا والدي كان دايما عشان كان له منصب سيء ما يقولش هو بيشجع مين، لكن احنا بنتفرج على ماتشات الاهلي من وانا صغيرة، فكنت بتبسط بيها جدا. فوصدفة مرة ان كان في زيارة من الفريق مرتج الله يرحمه لوالدي، مش فاكرة فين بقى، لما كان وزير عدل ولا لما كان محافظ بورسعيد. المهم فهو شافني كنت صغيرة، مش هنقول سنة كام عشان ملهاش معنى. قال له لا دي سبع سنين. دي أنيسة بتتفرج ومعرفش ايه وكده. فراح لقيته بعد كده بعت لي كارنيه من اللي هو زي ورق اللحمة الأحمر ده زمان. كارنيه مقصورة الأنيسة أنيسة، طبعا ما كانش فاهمة ايه، ومعاها صورة مش هتصدق كده هيبان امتى، معاها صورة للفريق الأول فيها الكابتن صالح. فأنا لا عمري رحت مباراة في المقصورة ولا أنا عضو في النادي الأهلي، إنما هو خلاص الأهلي بقى، يعني إحنا تبع الأهلي من ساعتها. وعلى فكرة أكيد كلكم بتحسوها، هو في شعور كده بالانتماء. عيلة والله بجد. يعني النادي الأهلي كده بتحسي بارتياح، وبعدين كلنا لطاف ومهذبين ونشجع بطريقة لطيفة، وما نسيبش النادي أبدا تحت أي ظروف. فمن يومها وأنا أهلاوية. حلو ده. جميل. والاهلي بمن حضر وروح الاهلي بالزبط. وشخصيه الاهلي فعلا لحد هذه اللحظه بتبان في المباراه. والله المباراة. وانا قعدت اقول لهم في الاجتماع بتاع المؤسسه، قلت لهم طب اروح ماتش يعني ادوني فرصه. قال لك لا ده بالاسامي واعضاء مجلس الاداره. قلت لهم خلاص حد يتنازل مره عن عضويته في مجلس الاداره ويقول هو انيسه هتصوت بدالي. حضرتيها بقى مع مين طالما ما رحتيش؟ مع العيله طبعا. مع زوجي وبناتي ساكنين فوقي، مها وسلمى اهلاويه. انت عارفاهم واحفادي برضو اهلاويه. فبس لما اتشائمت لما جاء الجون بتاع شيكابالا سبتهم، قلت لهم واضح ان وشكوا، انا هرجع اوضتي. وفعلا والله لما رجعت الاوضه جه الجون الثاني. بس جميل ان حضرتك محافظه على نفس القدر من الشغف والمحبه لهذا النادي العظيم برغم المشاغل الكتير والمناصب المتعدده. يعني مش عارف حتى حضرتك بتلحقي تنامي امتى الحقيقه. لا والله بص، الاهلي مصدر للبهجه. انا ببقى قاعده مستنيه الماتش وزعلانه جدا ان مفيش جمهور. جدا جمهور بيعمل حاجه ثانيه في الماتشات. فببقى قاعده مستنيه الماتش، ويعني يعني مش عايزه اقول لك، يعني زي ما قلت النهوات، انا نطيت من على الكرسي ساعه ما جه الجول الثاني، وقعدت اقول يا رب هو الماتش يخلص خط يحصل اي حاجه. لا هو احساس يعني جارف عند الواحد بالنسبه للنادي الاهلي. الحمد لله. جميل. الحمد لله. ويا رب الكاس، ويعني ومتفائلين. انا مش هنقاطع انا بخاف. يعني انا بيتقر علينا لازم عشان الحاجات دي بتتنزل يا فندم. أيوة. الحاجات دي بتتنزل. والله انت بتقول فيها، انا ما بقولش ابدا قبل الماتش، يعني اقول ان شاء الله خير. يعني ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. وين احنا نيتنا كويسه. احنا نيتنا دايما كويسه. قلبنا ابيض. طيب احنا في محاور زي ما كريم قال كتيره، بس هنرجع تاني للاهلي. يعني هيفضل المحور الرئيسي. طبعا. نروح للمراه، لان برضو المراه ملف يعني مهم جدا، واحنا شفنا مؤخرا يعني مناصب كتيره يعني تعتليها المراه واهتمام كبير جدا من الدوله، ويمكن مجلس النواب ده يعني الحالي والقادم ان شاء الله برضه فاز فيه نسبة كبيرة جدا من المرأة. فرؤية حضرتك كده ايه؟ انا رأيي ان دي فرصة ذهبية.
كل السيدات والأنسات اللي هم مهتمين بالعمل السياسي يجب ينتهزوها. يعني احنا عندنا المرة دي ان شاء الله عندهم يعني في البرلمان القادم هيبقى فيه حوالي 170 سيدة، وده رقم غير مسبوق طبعا. فلازم يعني يتألقوا بما يستحق هذا المنصب، منصب التشريعي ده منصب مهم جدا طبعا. وانا رأيي الناس تشجع الشابات المتعلمات والمهتمات بانهم يدخلوا ويربوا على كده بالزبط. يعني العيلة تربي البنت على ان هي بقى نرجع بقى لصلاح جاهين البنت زي الولد مش كمالة عدد. فانا املي كبير في ان الاجيال القادمة هتلعب دور اكبر. وبعدين احنا عندنا رئيس للجمهورية يعني واقف في ظهر المرأة متحوي، حتى لو حضراتكم شفتوا الحديث بتاع السيدة الأولى حرم الرئيس بتتكلم عن كده إن هو متحمس للمرأة. فإن شاء الله هتيجي أجيال جميلة تقود المسألة. وبين الرجالة يعني خدوا خلاص يعني بين شفنا إيه خدوا كل حاجة يعني كل حاجة يا بيه 2000 سنة الرجل بيحكم. إحنا مش عايزين نقول 100 سنة بس أيوة مش ده العدل. طب سيبونا كورنر صغير. لا الكورنر يعني انتوا مسيطرين يا فندم. يقول لك ايه المرأة المصرية بس دي راجل زي ايه 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 ست بميت راجل. ست راجل يعني ايه هو المقياس بالظبط مش بالعدد ست بميت ست بالظبط. لا مش عايزين نشوف انا اتفق مع حضرتك. انا هروح من حضراتكم فين؟ لا بس صح والله. لا بتكلم بجد. دايما يقول لك ايه ورونا بقى السيدات هيعملوا ايه في مجلس النواب. طب وحضراتكم اخباركم ايه في ال 150 سنة اللي فاتت؟ لا عملنا شغل زي الفل. ما تخليش ادخل في التفاصيل دي. طب اقول لحضرتك حاجه. قول لي ما تيجي نعدي المرحله دي لان انا فعلا في وسط المناصب الكتير وكلها مناصب مرموقه جدا وطبعا عن جداره وعن استحقاق ما فيش ذره شك في كده. بس في منصب بعين وانا عايز اقف مع حضرتك عنده. فضل. عضويه حضرتك في مجلس امناء او مجلس الاداره في جمعيه الاهلي للتنميه طبعًا. او مؤسسه الاهلي للتنميه المجتمعيه طبعا. كون ان في حاجه اسمها اصلا مؤسسه الاهلي للتنميه المجتمعيه ده شيء في حد ذاته في غايه الاحترام طبعا طبعا. مجهودات حضرتك ومجهودات كل الاعضاء في تحقيق الهدف المنشود من هذه المؤسسه. بص الاهلي كده بيطلع لمرتبه ورياده لم يسبقها له احد خالص في جميع الانديه. احنا اول نادي اجتماعي رياضي يفكر خارج الصندوق زي ما بيقولوا. بطولات بنحقق الاعضاء مبسوطين والعضوات مبسوطين. انت بتطلع لحاجه تانية عايز تخدم فيها المجتمع المصري بحاله. انت مش بتقول لا الاهلاويه بس، لا مركزين في معرفش مين ومين عشان معاهم كارنيه النادي الاهلي. لا انت عايز تخدم المجتمع. وعلى فكره ده دور مهم جدا في كل دول العالم. الدور الاهلي بتاع المجتمعات الاهليه والجمعيات الاهليه دور مهم جدا. ثانيا انت مؤسسه، يعني انت اكبر من مجرد جمعيه اهليه. وفقا للقانون بتاع الجمعيات الاهليه المؤسسه هي طبعا أعلى من الجمعية الأهلية، لها قواعد مختلفة ولها سلطات أكبر، فإحنا فخورين. تالت حاجة أنا عايزة أقول لك، أنا شخصيا يوم كلمني الكابتن الخطيب عشان يقول لي على الفكرة دي كان تقريبا من سنة كده لما كانت لسه يعني جذور الفكرة. فأنا كنت واقفة بتكلم مع واحدة صاحبتي واقفين في حتة يعني، فأول ما لقيت التليفون بيرن الكابتن محمود الخطيب طبعا بعتها تماما يعني بتكلمني قلت مش وقته دلوقتي مش وقته خالص. فهو بيكلمني بيقول لي رأيك إيه وعايزين يعني إن أنت تبقي معانا وكده. قلت له حضرتك ده مش سؤال يعني ده تكليف. فأنا سعيدة كل أعضاء مجلس الأمناء بتوع مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية ناس محترمين جدا. طبعا الناس دي مش وظائف، دي عمل تطوعي طبعا. حضرتك بتشترك في حاجة عشان متحمس طبعا. تعمل فيها حاجة تفيد الناس جدا. فأنا سعيدة صحيح هما بس عايزين يوصلوهم ما يتطهدونيش شوية عشان الست الوحيدة فهبقى اندهل هون لكن بصراحة من أصغر حد لأكبر حد ما شاء الله مجموعة كلها مش بتدور على مصلحتها بتدور على مصلحة النادي الأهلي. جميل. طيب احنا هنروح فاصل بس بعد ما نرجع عشان نحمس بقى الناس هنسأل عن طبعا في لقاء السيدة الأولى تحدثت وذكرت دكتور أنيسة وكتابها كمان فنتكلم عن الجزئية دي بس بعد الفاصل. فاصل سريع ونرجع نكمل.
بنرحب بحضراتكم مره ثانيه بقى، وحديثنا اكيد مستمر مع دكتور انيسه حسونه. وكنا قبل الفاصل بنتكلم عن لقاء السيده الاولى الملايين يعني شاهدوه وتابعوه، وهي ذكرت اسم حضرتك واسم الكتاب كمان، فاكيد احساس جميل يعني جداً. خليني بقى اعرف التفاصيل والكواليس اللي حصلت. بصي دي كانت مفاجاه، عارفه اللي هي مفاجاه جميله وغير متوقعة الإطلاق، يعني هتخطر في بالك بمناسبة إيه؟ فأنا قاعدة زي ملايين الناس اللي قاعدين يتفرجوا على البرنامج، عايزة أعرف بقى بتحكي وبتحكي عن سيادة الرئيس وولادها وهواياتها. أنا بقى يعني في ارتياح شديد على الكرسي. باين فجأة. وبعدين بقى قالت سليم حسن، قلت فعلا سليم حسن بحبه، مش عارف يعني عمالة أستمع بقى و تتفاعلي مع الكلام. ونجيب محفوظ، انا بحب الناس اللي بتقرا جدا يعني. وبعدين فجاه وانا قاعده ما بعملش حاجه كده لقيتها بتقول وبالنسبه للحاجات الحديثه، فقلت برضو هتقول يعني لما قالت انيسه حسونه، فانا الاول بصيت لجوزي اللي هو هل احنا بنستمع يعني، هل دي انا؟ قلت يعني يمكن واحده شبه الاسم. وقالت اسم الكتاب، والله عارفة لما تجيلك مفاجأة انت لا تتوقعيها. ومن حد في المقام العالي ده بحتى خايفة تتبصي قوي احسن يكون في حاجة فايتاكي، لا هترجع تقوله بالنسبة للكتاب ده ما حبيتوش اطلاقا يعني. فبجد لا والله انا بشكر يعني الذوق وكرم الاخلاق، يعني انها اولا قريته وانها شافته بيدل على السيدة المصرية وعيلتها، والله يعني كانت ليلة سعيدة طبعاً جدا. طبعا حاجة جدا جميلة طبعا، لانها مش متوقعاها يعني، عارفة بعيدة بتفرج يعني هتيجي سيرتي والاشادة إيه؟ فيها تقدير كمان جداً، دي حاجة جداً حلوة يعني. هي اصابت الهدف من الكتاب، ان انا كنت بكتب ده اول كتاب كتبته، كنت بكتب عن احساسي كأم واحساسي ناحيه ولادي، وهل يعني هفقد وجودي معاهم، وان انا مش عايزاهم يبقوا متضايقين. فهي لما قالت انها حافظت على سعاده عائلتها، عارفه بتحسي حد قال ايوه، عارفه عايزه اطلع في التلفزيون اقول لهم ايوه هي دي النقطه. فده اللي اثر فيا اكتر. ثانيا ما هو ده دليل على اهتمامها بالقضايا الخاصة بالمرأة طبعا، وإحساسها بإحساس الواحد كأم كجدة. فيعني دي لمسة إنسانية جميلة، فيها مشاعر إنسانية عالية جدا. هي نفسها الحقيقة يعني تعتبر نموذج للمرأة المصرية يعني بكل التفاصيل، يعني بكل صحيح التفاصيل صحيح. فطبعا كانت أكيد لحظة ما تنسيش. لا دي يعني بص يعني أنا اعتبرته ده تكريم، وبعدين تكريم مش عن حد مثلا كان كتب زمان أو حاجة، لا تكريم وفي لمسة طبطبة كويس اللي عملتيه يعني. فدي انت عايز ايه اكتر من كده؟ ان الناس تقول لك مثلا برافو يا نهوان، برافو يعني. الدعم المعنوي بيفرق جدا بشكل جداً كبير جدا. فيعني تاني يوم بقى بقيت متوقعه البنات يعني ها ما حدش بيقول لي حاجه يا ماما ما احنا شفناكي. قلت لهم لا صبح واخدين على النجاحات طبعا، ما حدش يكلمني الا لما اوصل للمرتبه اللي انا وصلت لها دي. انا عندي فضول يا دكتوره انيسه اعرف من حضرتك، طبعا واضح ان حضرتك شخصيه وقودك الشغف تمام، دي حاجه ملموسه واضحه بشكل كبير جدا. بتستمتعي اكتر بأني تفصيلة أو بأني مفردة من مفردات حياة حضرتك المهنية بعيدا عن الشخصية؟ المهنية. هل 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 بتستمتع أكتر بفكرة البحث في عالم السياسة، ولا مستمتعة أكتر بدورك اللي كنت بتمارسيه الفترة اللي فاتت كنائبة في البرلمان المصري، ولا بتستمتعي بالكتابة أكتر، ولا بعضوية أو رئاسة مجالس إدارات أو مجالس أمناء كيانات مهمة وفاعلة في المجتمع؟ بص صراحة أهم حاجة في الناحية المهنية ملهاش دعوة بعائلتي، بتسعدني دلوقتي هي مسألة مستشفى الناس للأطفال، لأن أنت لما بتشوف منظر الناس خارجة شايلة بيبي وشه رجع طبيعي وتعالج مجانا، بتقول دي نعمة من عند ربنا. واي نعمة ان هو بيبعت لك حاجة، لان انا كنت بطلت خلاص وقلت كفاية مجلس النواب. في عز المرض لما تعرضت عليا دي قلت لو بقيت كويسة، والله ابتسامة الطفل وانت بتشوفه خارج في صحة طبعا، انا بقول ربنا بياخد من ذنوبي يعني، لو الذنوب اللي عندي بتتشال وتتضاف لي حسنات. فعايزة اقولك انا الشغف بتاعي دلوقتي ان انا بروح الشغل مبسوطة،
مش هنتكلم على الاهلي عشان الاهلي مساله منفصله، لكن بس انا بقول لهم في المستشفى برضو طبعا اكيد يعني. الصوره دي بقى ولو هنتكلم عن الشغف في العيله، انا عارفه ان الاحفاد اكتر بكتير ويمكن حضرتك كنت بتكتبي مقالات عن ازاي بتعوزي تفرجي مع احفادك على التلفزيون، تقري لهم الروايات وغيره، صح كده؟ صح مظبوط. دي الصوره دي كانت في الماتش، الحمد لله كان وشي كويس ساعتها، كنت مسافره تاني يوم الصبح مع الطياره بدري قوي، بس الصوره دي كانت الماتش بتاع مصر لما كانت في البطوله اللي هي اللي كانت منعقده في مصر، اللي هي الافريقيه ولا ايه، اللي هي طلعنا للاسف بعدها بشويه، طلعنا الماتش اللي بعده مش فاكره يعني، بس انا ما صدقت، ولما لقيت الاحفاد هيجوا معايا كمان يعني كانت هيصة بصراحه يعني، يعني كنت سعيده جدا يعني، بقالي كتير كنت هي دي أمم أفريقيا حضرتك أيوة صوتي 2019 وبمناسبة البتاع أنا بقول لهم أهو طب ادوني عضوية في النادي الأهلي يعني، وادوني أحضر الماتشات، أنت بقى تفضلي تقولي دايما كده كل ما تطلعي أي مناسبة تجيبي شيرتي إن أنا فأنا بتبسط في الملعب جدا على فكرة جدا. لا أنا عايزة بقى برضو يعني بما إن إحنا اتكلمنا على شق إنساني، عايزة أروح مع حضرتك لفكرة هنا محاربتك للمرض، لأن دي كانت مش فكرة مش يعني مش تجربة وعدت، دي حاجة كانت ملهمة لناس كتيرة، وأنا مش بجامل حضرتك يعني حبيت. التجربة دي وإن حديث حضرتك في برامج مختلفة وحتى في كتاباتك عنها إن هي تجربة فعلا، إن سيدات كتير أشادوا بالتجربة وقالوا إحنا يعني افادتنا جدا قرايه تجربه دكتور أنيسة وفرقت معاهم هم في علاجهم، دي حقيقه الحمد لله. حضرتك عارفه ان دي حقيقه الحمد لله. بصي يعني انا من قلبي والله بقول لكل سيده او انسه مريضه بالمرض ده انها ما تيأس، لان انا لغايه دلوقتي الوقتي للمره الثالثه رجع لي المرض فلسه مستمرين انا وهو يعني، لكن بجد والله الواحد بيقول ربنا كاتب حاجات، ربنا كاتب حاجات مش معناها طبعا حصل لي كده في الاول الواحد بينكمش ويقول ليه انا وانا ما عملتش حاجه لكن كل يوم هو يوم جديد صح. اليوم لما نصحى الصبح نلاقي نفسنا كويسين الحمد لله، نحمد ربنا الف حمد وشكر ونعمل اللي ورانا، ولما نلاقي اليوم سيء نقول بس بكره ان شاء الله هيبقى احسن. لكن أهم حاجة في التجربة دي أنا تعلمتها إنك لما بتعمل حاجة بتحبها بتساعدك لأنك بتحس أنا ورايا حاجة يعني، جايز أنا مش هلحق أفيد كل الناس لكن في الوقت المتاح أفيد الناس اللي أقدر عليهم، ودي على فكرة معظم السيدات اللي أنا قابلتهم وبعد الشر عليهم ربنا يشفيهم بيبقوا كده، لما بتربط نفسك بحاجة باهتمامك بعيلتك بولادك تقول لا أنا هفتح الباب مش هفضل قافل على نفسي، فهي عايزة شوية معنويات يعني أعلى، واللي بيساعد في المعنويات بجد، علشان أنا سمعت قصص ساعات بتبقى محزنة الزوج والأولاد أيوة. أنا لما ببقى عيانة المصريات خصوصا طبطبة تعمل لك الدنيا يعني منورة، فمش كفاية أقول ما أنا بعالجها ما أنا لا، إن أنا أقول لها يا حبيبتي تبقي زي الفل هتبقي إن شاء الله هتشوفي أحفادك دول يكبر، الدعم المعنوي ده لأن الواحد بيستحمل لنفسه لوحده العلاج، بس هو بيستنزف اللي بيعمله يعني مش مهمة سهلة على فكرة، لا بس في نفس الوقت مهمة ضرورية طبعا. ليه؟ لأن أنت لو محدش عمل كده هتحس نسيوا أن أنا عيانة طبعا. لأن أنت على فكرة أي سيدة ونراهن كده في مئات الآلاف العيانين لا تقصر ناحية عيلتها صحيح. على الإطلاق صحيح. بنشوف قصص لدكتور أنيسة صحيح. يعني سيدة اللي راحت تبرعت بكليتها لزوجها وحاجات زي كده كتير، يمكن ما شفناش العكس كبرسنتج يعني كنسب، فالست لا. عندها تفاني كبير جدا لعائلتها دي حقيقة. ربنا خلقها كده يا نهوان، ربنا يعني مش عايزه اقارن، بس لو الرجل مع احترامنا ليه وانا ما اقدرش استغنى عن زوجي في حياتي، لكن لو هو اللي بيمر بتجربه الولاده والتربيه وبطبخ وانضف واروح مع جوزي للمناسبات
الست بتبقى عايزه بجد والله صحيح. انا عايزه اكد على دي، بتبقى عايزه شويه اهتمام وحنيه حنيه، وده اللي يعني ربنا قال عليه، يعني هو الزواج موده ورحمه، مش بس واحنا كويسين هنبقى مع بعض ولما حد فينا يقع الثاني هيقول له مع السلامه. بالعكس يعني. لما الست كمان لما بتقع البيت ممكن يقع نفسيا معاها، مش ممكن ده اكيد. فنبقى حنينين شويه يعني. انا بس عايز اختم مع حضرتك بسؤال برضو نابع من فضول شخصي. حضرتك دايما من الشخصيات اللي هي مبتسمه باستمرار، يعني في كل لقاءاتك، في كل حواراتك، في كل البرامج اللي حضرتك شاركتي بتقدمها قبل كده، حتى في كتاباتك ما اسهل ان الواحد يستشعر الابتسامه من كتابه. فسؤالي لحضرتك هو ايه اللي بيعكر صفوك؟ اللي بيعكر صفي، نسيبنا من المسائل العامه والشان العام، في حياتي انا لو 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 حفيدتي الوحيده بتعيط، لسه صغيره قوي وبتتدلع. لا يعني اللي ممكن ينكد عليا هو عيلتي، يعني لو حد زعلان، لو حد عنده مشكله، لو اخواتي، لان انا برضو بره جوزي وبناتي عندي ثلاث اخوات سيدات القريبين مني. لا ولما بشوف منظر حد من الاطفال رايح اوضه العمليات، فعشان كده احنا جبنا عارفه العربيات الملونه اللي هي الاطفال بيلعبوا بيها، هم بيروحوا اوضه العمليات كده. حلو، ولما ابتسموا احنا بنبقى سايبين لهم هديه على السرير، وبعدين لما بيخرجوا بنجيب هديه تانية عشان يعني يبقوا مبتسمين. شيء جميل ومحترم، وربنا يجعله في ميزان حسناتكم والله. يا رب يا رب يعني في ميزان حسنات اي حد بيعمل حاجه زي كده، يا رب ان شاء الله ان شاء الله. نورتينا وشرفتينا. انا بس عايزه اقول في الاخر طبعا برضو يا فندم مبروك تاني للاهلي، بجد. لا والله بجد، يعني يعني الجمهور واللعيبه ومجلس الاداره وكل حد بيحب النادي الاهلي، يعني الف مبروك ليكم. الف مبروك، وان شاء الله نبارك لنفسنا برضو كمان مع بقى كاس مصر والسوبر الافريقي باذن الله كده. احنا متفقين بقى الزمالك القرن اللي بعد اللي جاي، يعني احنا القرن ده والقرن اللي بعده بتوعنا، القرن اللي بعد جاي هبقى اقول لاحفادي يعني يعني يشجعوا الزمالك. سعداء جدا جدا بوجود حضرتك معانا، اسعدتينا بوجودك والله يا جماعه. انا مبسوطه جدا، دي فقره مرحه ولطيفه وانا سعيده بيها. لطيفه بوجود حضرتك معانا، ربنا يخليك. شكرا ليك يا كريم، وشكرا لحضراتكم على متابعتنا. احنا كنا سعداء بحضراتكم حقيقي على مدار الاسبوع، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده، ويتجدد اللقاء مع نهواندو كريم 10 الصبح في الاهلي.